هنروح لكرة الطائرة رجال، وكرة الطائرة رجال تحارب الملل. والله زي ما بقول لكم كده، الاتحاد الوحيد اللي لم يعلن حتى الآن عن جدول مسابقاته. الاتحاد الوحيد، أنا بقول الكلام ده، يعني السلة خلاص، ده السلة هيلعبوا تالت بطولة خلاص، ده بطولة العرب هتخلص وراجعين هيلعبوا المرتبط، هيلعبوا تالت بطولة هو على المرتبط على 19/10. اليد نفس الكلام، لا هيرجعوا يلعبوا تالت بطولة في موسم. كرة القدم دوري كرة القدم يعني أعلنت عنه رابطة المحترفين النهارده 18/10، وحتى جدول مباراة القمة هتبقى في الأسبوع ال 14، يعني كل حاجة اتحددت. يبقى الاتحاد، يعني أنا ما عنديش حاجة، اتحاد كرة الطائرة حتى الآن لم يعلن عن مسابقته. ليه؟ أنا بجد يا جماعة عايز حد يقول لي ليه؟ إيه سبب إن اتحاد كرة الطائرة، إيه حساباته؟ يعني عايز يأخر الموسم لمين؟ لمصلحة إيه؟ ما هو أنا مش فاهم، هو إحنا دلوقتي داخلين على شهر نوفمبر، لا اتقال دوري السيدات ولا الرجال، ليه؟ يعني إيه السبب إن أنا كاتحاد آخر بالشكل ده؟ ده الاتحادات الإقليمية كلها، هل الهدف، وأنا بتساءل يعني، هل الهدف هو التأخير شوية عشان ينضم أحد المحترفين المعينين بعينهم، عشان يلحق فريق بعينه، عشان الدوري في الدوري اللي بيلعب فيه بيرخص في شهر 5؟ يا جماعة في الكلام ده بيفتح بوابة، أنا ما عنديش إجابة وما بتهمش حد بحاجة، ولكن للأسف ده بيفتح بوابة للتساؤلات. فيا جماعة يعني أنا فريق كرة الطائرة عنده يعني طبعا مش عارف هيلعب إمتى، فاضطر طبعا كابتن محمد مصالح يميدو إنه يبتدي يلعب مباريات. فلعبنا مباراة مع الترسانة، الحمد لله فزنا 3-0، وجرب كل لعيبته، كل اللعيبه الجداد، حتى عزب واللاعب طبعا الايطالي واللاعب الكوبي، كل دول لعبوا في المباراه، فزنا 3-0، ودي تاني ماتش استعداد للفريق في الدوري الممتاز. طب الفريق عنده ايه تاني؟ هيسافر اسكندريه يعمل معسكر، كابتن محمد مصالح ميدو هياخد الفرقه كلها وطالع ان شاء الله اسكندريه يعمل معسكر، ودي لقطات من المباراه، هيعمل معسكر ان شاء الله في اسكندريه، خاصه طبعا بعد انضمام احمد عزب والويجي الايطالي والكوبي يوندر، كل دول محتاجين يلعبوا مباريات اكتر وديه حتى يعود تاني الانسجام للفريق. يعني انا مش عايز اعدي على امور كتيره حصلت، ولكن مش عايز يعني اتكلم فيها، ولكن يعني عندي علامات استفهام وعند جمهور النادي الاهلي بشكل كبير جدا على قرارات الاتحاد وعلى الامور اللي بتحصل جوه الاتحاد. ربنا يكرم ويعني نشوف يعني تغير في الاتجاه ده او السياسه دي بشكل يعني يكون فيه حياديه اكتر من كده ان شاء الله. ده كان خبرنا عن الكره الطائره رجال، ونتمنى لهم التوفيق طبعا كابتن محمد مصالح ميدو واللاعبين، وان شاء الله يبتدوا يتغلبوا على هذا يعني الملل والتدريب بدون هدف، او ان انت مش عارف تحط برنامجك بناء ان الجدول الدوري حتى الان لم يعلن عنه، ودي حاجه غريبه الحقيقه.